مرحبا، الله يعطيكم العافية. اليوم في محاضرتنا راح نتكلم عن موضوع جديد. موضوعنا لليوم هو السيرفيسز. أول شيء بدنا نبدأ نعرف شو هي السيرفيسز. السيرفيسز عبارة عن باك جراوند تاسك يوز باي ان اب. إذا هي عبارة عن تاسك، وهاي التاسك بتتم عندي في الباك جراوند، في الخلفية. من الأمثلة على السيرفيسز: Sometimes Google Play Music play the music using a service. إذا في كثير من المرات ممكن نشغل بعض التطبيقات، هاي التطبيقات في إلها music، في إلها موسيقى بالخلفية. ممكن الآن نستخدم هذا التطبيق، ننتقل من صفحة لصفحة. في بعض المرات ممكن أن ننتقل من application to another application، وهاي عندي الميوزك بتضلها الآن running in background. شو اللي بيخلي هاي الميوزك عندي رانينج؟ شو اللي بيخليها شغالة؟ أكيد السيرفيسز. مثال ثاني على السيرفيسز: لما نستخدم الويب براوزر اللي هو متصفح الإنترنت وأعمل داونلود لملف، الآن هذا الملف في عندي سيرفيس مسؤولة عن عملية الداونلود، إنها تنزل هذا الملف على جهازي. وفي نفس الوقت أنا عم بستخدم الويب براوزر وبتنقل فيه مثلا من page to another page، أو بنفذ عليه مهام مختلفة. إذا هذه السيرفيسز هي أي شيء رح يتم عندي في الخلفية، وممكن نفكر فيها بشكل أكبر. هي عبارة عن activity، زي كأنها تماما هي عبارة عن activity، لكن هذه الactivity ما رح يكون إلها layout، ما فيش إلها GUI، ما فيش إلها interface. Okay. إذا من خلالها ممكن أنفذ، أعمل processing، أقرأ ملف، أجمع الداتا من أكثر من resource، ممكن أعمل فيها أي نوع من أنواع الفانكشنز. وأكيد بعد ما تنتهي السيرفيس من تجهيز المهمة المطلوبة راح ترجع النتيجة للأكتيفيتي. بدنا نعرف إنه السيرفيسز useful for long running tasks، okay، and providing functionality that can be used by other applications. إذا في كثير من المرات من استخدم السيرفيسز حتى تجهز لي البيانات، تعالجها، وبعد ما تنتهي هذه البيانات بتزودها للابليكيشنز اللي بكون شغالة عندي. الاندرويد has two kinds of services، في عندنا نوعين من انواع السيرفيسز. في عندنا الستاندرد سيرفيسز فور لونجر جوبس ريمينز رانينج افتر اب كلوزز، حتى بتضلها شغالة بعد ما اسكر الابليكيشن. والنوع الثاني اللي هي بنسميها الانتنت سيرفيسز فور شورتر جوبس ابليكيشن launch them via intent. إذا الابليكيشن رح يكون مسؤول عن عملية تشغيلهم من خلال استخدامنا للانتنت. واليوم في محاضرتنا رح نركز على الانتنت سيرفيسز. بما انه السيرفيسز شبيهة بالاكتيفيتي، قلنا السيرفيسز هي عبارة عن اكتيفيتي، لكن هذه الاكتيفيتي ما فيش إلها انترفيس، ما فيش إلها ديزاين layout. نفس الفكرة الآن عندي السيرفيسز إلها اللايف سايكل، زيها زي الاكتيفيتي. الان هذه اللايف سايكل الها بتبدا كالعاده when we are calling method اسمها start service، زي الاكتيفيتي بتبدا ب start activity. الان هون بدانا ب start service. الان اول method موجوده عندي في اللايف سايكل اللي هي الاون كرييت، تماما نفس الشيء الموجود عندي بالاكتيفيتي. بعد الاون كرييت في عندي اون ستارت، اون ستارت كوماند اسمها، وبعد on start بتصير عندي service is running. Service is running. The service is stopped by itself or by a client. وبعدها رح تنتقل عنا لل on destroy. إذا بنلاحظ ال life cycle عنا أقصر من ال life cycle لل activity. في ال activity في عندي two states إضافيات اللي هم on resume وعندنا كمان on stop. الآن في السيرفيسز لا، هذول الثنتين مش موجودات عندي. ليش؟ لأنه هذولاك مربوطات في إنه الأكتيفيتي is in background or in foreground، هل هي بالأمام أو هل هي موجودة بالخلف. الآن لما تصير عندي في الباك جراوند الأكتيفيتي بتروح على الأون بوز، أوكي، أون بوز أو أون ستوب، وبس أرجع لها رح ترجع عندي بأون ريزيوم. بنلاحظ الآن أصلاً السيرفيسز هي موجودة عندي في الباك جراوند، لهذا السبب ما رح يكون عندي اللي هي الـ on pause on stop، ولما أرجع برجع بالـ on resume. إذا باختصار on create on start وآخر شيء عندي on destroy.
اي شيء ممكن انفذه بتعلق عندي بالسيرفيسز اكيد راح انفذه من خلال اون كرييت او من خلال اون ستارت كوماند. اذا a service is started by an app's activity using an intent. اذا حتى انتقل من activity to another activity نستخدم الانتنت، وكمان الان حتى اشغل سيرفيس زي كاني بدي انتقل من activity to a service، لهذا السبب كمان برضو راح نستخدم الانتنت. service operation modes، في عندنا two modes. الاول اللي هو بنسميه الستارت، start service keeps running until it's manually stopped، لحد ما انت توقفها بشكل يدوي. we will use this one. وفي عندنا نوع ثاني من انواع المودز فور سيرفيس بنسميه البايند، the service keeps running until no bound apps are left، لحد لما ما يعود عندي ولا اي ابلكيشن بيستخدم هذه السيرفيسز. بنلاحظ الان انه السيرفيسز هاف similar methods to activities for life cycle events اللي هم الاون كرييت واون ديستروي. هلا كيف بدنا نستخدم السيرفيس وكيف بدنا نضيفها لمشروع موجود عندنا؟ رح نبدا اليوم بتجريبنا لهذا الشيء. اذا خليني اروح على الاندرويد ستوديو. الان انشات نيو بروجكت، بدي اعمل مشروع بسيط هو عباره عن سنجل اكتيفيتي، اكتيفيتي واحده وراح يكون معها سيرفيس. هاي السيرفيس بمجرد ما اشغلها هي عباره عن ميوزك، وهاي الميوزك ات ويل بي رانينج in background. لو كان الابلكيشن عندي بيتكون من اكثر من activity، لو بتنقل بين الاكتيفيتيز من الاولى للثانيه للثالثه للرابعه وبرجع للاولى ما راح يختلف عندي ولا اي شيء، وراح تضلها عندي الميوزك از رانينج ان باك جراوند. اذا هذا الشيء الاول اللي بدنا نتعلمه في محاضرتنا لليوم. طبعا المين اكتيفيتي اللاي اوت عندي للاكس ام ال فايل اللي هي كونسترينت لاي اوت، وفي عندي فيها بس سنجل ويدجتس اللي هي التكست فيو. الان على المين اكتيفيتي دوت جافا از ناثينج. اول شيء بدي اعمله بدي انشئ سيرفيس، وبهاي السيرفيس اللي راح اعمله اني راح اشغل ميوزك اوكي ان باك جراوند. اذا راح اروح على فايل، فايل نيو، ومن نيو الان بدنا نختار سيرفيس، ومن السيرفيس راح اختار regular service. اوكي service. طبعا في عندنا طريقة ثانية اني انشئ جافا كلاس عادي، وهذا الجافا كلاس العادي اللي رح انشئه احوله الان لسيرفيس عن طريق اني اعمل له extends from service class، فبيصير عندي الكلاس الجديد هو عبارة عن service. اذا هي انشأت service جديدة، هاي service بدي اسميها play in music اوكي، or maybe we can call it as background bg music okay background music okay finish. اذا هذا الكلاس عندي اللي هو background music، و background music اهم شيء بيميزه انه extends from service، from service class، معناته انه background music is a service. في هذه السيرفيس ايش الشيء اللي بدنا نعمله؟ اكيد ممكن الان اكتب على الاون كرييت او اون ستارت. خليني اجرب الان اكتب على الاون ستارت كوماند، وبالاون ستارت ميثود بدي اشغل الان الميوزك. كيف بدي اشغل الميوزك؟ بروح على ميديا بلاير، ميديا بلاير كلاس، بنشئ منها اوبجكت بسميه mb is equal to media player dot create، وبدي احدد الان عندي الريسورسز اوكي. بدي احدد الان اول شيء اللي هو this اوكي، والثاني عندنا اللي هو عباره عن الريسورس اي دي. وين الريسورس اي دي؟ ضروري اني اجيب ملف عندي للباك جراوند ميوزك اوكي. هاي عندي ملف اسمه bgmusic.mb3، بدي اعمل له كوبي mb3 فايل. والان برجع على الاندرويد ستوديو، بدي اروح على الريسورسز واعمل عندي نيو فولدر، نيو دايركتوري. هذا الدايركتوري بدي اسميه رو، والان عندي على الرو بدي اعمل رايت كليك وبيست حتى اضيف عندي bgmusic.mb3.
الآن الريسورس عندي صار معروف اللي هو r resources.raw okay. dot اسم الملف عندي اللي هو عبارة عن bg music okay. سيمي كاما خليني حتى أتأكد بس أعمل له بلد okay. اوكي اذا الان انشات عندي نيو اوبجكت من الميديا بلاير ام بي ام بي بيأشر عندي على الريسورس اللي اسمه r.raw.backgroundmusic طبعا اكيد حتى اشغل هذا الصوت بدي اروح على الام بي object dot وبعدين حتى أبدأ dot start okay. mb dot start إذن بهذه الطريقة الآن أنا أنشأت عندي سيرفس جديدة اسمها bg music وبالبي جي ميوزك عرفت عندي على الاون ستارت كوماند ميثود عرفت عندي اوبجكت جديد من الميديا بلاير اسمه ام بي وعملت للام بي دوت ستارت حتى تبدا رانينج الميوزك الان لو ارجع على المين اكتيفيتي دوت جافا اكيد لو عملت له ران الان الموسيقى ما راح تشتغل لانه هو عباره عن كلاس وانا ما استدعيته في الاون كرييت ولا عملت له اي ريفرنس في الاون كرييت ميثود اللي هي موجوده بالمين اكتيفيتي الآن إذا بدي أستدعيها بروح الآن على الكلاس intent بنشئ عندي object اسمه intent is equal to new intent وبدي أحدد عندي للintent هذه بدي أحدد إلها it will go from current activity to which one to bg music dot class والآن حتى أبدأ أشغلها راح أشغلها ب start service start service وبحدد عندي السيرفس أنا سميتها intent أو ممكن أسميها small service it's up to you الآن إذا بعمل run للأبليكيشن المفروض الآن بتوقع إني أسمع اللي هي صوت ال background music proceed without instant run إذا الآن الأبليكيشن مجرد ما اشتغل راح يستدعي لي الأون كرييت في الأون كرييت بيعمل لي أوبجكت من الإنتنت اللي راح يربط لي الكرنت أكتيفيتي بالباك جراوند ميوزك سيرفيس وبعدين حتى أشغل السيرفيس بستخدم ستارت سيرفيس بدل ما كنت أستخدم ستارت أكتيفيتي اشتغلت عندي الميوزك in background واللي بيميز هاي الميوزك انه حتى لو كانت عندي اكثر من activity اوكي okay. لو كان عندي اكثر من activity راح تضل هاي الميوزك is running لانه هي is running in background of app اوكي okay. مش في background للactivity لو جربنا الان نضيف اكثر من activity خليني اوقف هاي الان خليني الآن أجرب أنشئ أكثر من activity وأشوف راح تكون شغالة عندي ولا لا راح أروح على file new بدي أختار activity من activity راح أختار empty activity اسمها second activity أو main to activity finish اوكي اذا هذه سكند اكتيفيتي كيف بدي انتقل من الاكتيفيتي 1 تو اكتيفيتي 2 يمكن احتاج اني انا اضيف باتون اوكي بدل التكست فيو انتو باتون اغير لزر
هذا الزر wrap content, wrap content with wrap content height. ممكن احدد التكست هو عبارة عن next activity. اكيد ضروري اني اعطي id، والاي دي عندي بدي اسميه مثلا btn1. اوكي، الان بدي اروح على main activity، بدي اعمل له mirror object للباتون. اذا من الباتون btn is equal to find view by id r.id.btn1، والان btn.set on click listener new on click listener. والان على الاون كليك شو بدي اعمل؟ بدي اعمل new intent، اسميها i is equal to new intent، وهذا الانتنت الان راح تنتقلني من الكرنت اكتيفيتي الى main to activity dot class. والان حتى انتقل الها بستخدم start activity وبرسل عندي الانتنت اللي اسمها i. الان بدي اجرب. اوكي، ايش هي this؟ this هي لانها بالon click، اذا main activity dot this. اوكي، الان بعمل run. اوكي، الان صار في عندي زر، صار في عندي second activity، مجرد ما اضغط عليه بروح على second activity. الان اللي بدنا نتاكد منه انه الباكجراوند ميوزك it will be running on activity 1 or activity 2. يعني لو انا بلعب مثلا في لعبه او بستخدم اي تطبيق، لو بنتقل من اي مكان لاي مكان الباكجراوند ميوزك راح تضلها هي عباره عن باكجراوند ميوزك وما راح تختلف عندي ولا اي شيء. الان المفروض انه بيعمل له انستولينج لونشينج اكتيفيتي. هذه الاكتيفيتي عندي ميوزك شغاله. الان اذا رحت على نيكست بعدها شغاله، ما راح تتوقف لان هي عباره عن سيرفيس، والسيرفيس از رانينج ان باك جراوند. عندي بس سنجل انستنس، ولو برجع برضه راح تكمل السيرفيس بدون ولا اي مشكله. اذا هذه الفكره عندنا الاساسيه في استخدامنا للسيرفيس. اذا بنلاحظ الان لاحظوا الان حتى طلعت من التطبيق، يعني لسه هو موجود في التطبيق الباك جراوند، وبعد الميوزك شغال في ولا اي مشكله، هي عباره عن سيرفيس. كثير حتى من التطبيقات مثلا للراديو، البرامج اللي مثلا حتى تعمل رننج للراديو، تشغل راديو على الموبايل، الراديو حتى يشتغل عندي الصوت هو عباره عن باك جراوند سيرفيس. هذه السيرفيس راح تضلها شغاله طالما تطبيق الراديو راح يكون شغال عندي. كثير من المرات هو التطبيق اصلا موجود في الباك جراوند بس بعده از رانينج اون السيرفيس. خليني اسكره. اوكي، الان اغلقت التطبيق اكيد راح يتوقف عندي الصوت. الان بدنا نرجع نقول انه السيرفيسز زيها زي الاكتيفيتي. كنا مجرد ما نضيف اي اكتيفيتي نلاقيها انها صارت موجوده عندي في المانيفست فايل. فلو رحت شيكت على المانيفست فايل هي الابلكيشن الموجود عندي، الان في عندي هي الانتنت الاولى اللي هي اللونشر الرئيسيه مين ولونشر.
الان بعدها في عندي سيرفيس، وهي السيرفيس كلاس اسمه بي جي ميوزك، اوكي انيبل ترو. وفي عندي كمان الان نيو اكتيفيتي اسمها مين تو اكتيفيتيز. فزي ما اضفت الاكتيفيتيز برضو كمان بقدر اضيف عندي السيرفيسز على المانيفست فايل ريليتد تو ماي بروجكت. نرجع الان للسيرفيسز. اكيد الان من خلال الاكتيفيتي مين اكتيفيتي، زي الان لما استدعيت السيرفيسز ستارت سيرفيس، ممكن الان اضيف اي باراميتر وارسله لهذه السيرفيسز. مثلا ممكن بالانتنت دوت بوت اكسترا اضيف اي باراميتر، وهذا الباراميتر مثلا بده يكون اسمه الميوزك نيم، ايش اسم مثلا الملف الموسيقى اللي بده يشغله. ممكن كمان ارسلها مثلا نيم اوف ميوزك، ومثلا هون عندي ارسل اسم هذا الميوزك مثلا ميوزك 1، اوكي سيمي كان. واكيد الان من خلال السيرفيس الان بقدر اني اقراه. اذا بنلاحظ الان الانتنت عندي هي عباره عن انتنت، ممكن الان اروح على الانتنت اوكي دوت جيت اكسترا، والاكسترا عندي شو هي دوت جيت سوري دوت جيت string extra، والstring extra شو سميته انا الباراميتر عندي name of music، وهون عندي بعمل له control with v name of music رح يجيبه، واكيد رح يخزن لي اياه هون عندي بstring مثلا temp is equal. والان ممكن اطبع عندي على log file log dot d، شو بدي اطبع؟ بدي اطبع على التاج اللي اسمه temp، بدي اطبع الـ value of temp. اوكي سيمي كان. الان اذا عملت لها run ورحت الان على log cat ومن الـ log cat بدي اروح على debug، وبدي بدي ادور على تاج اللي اسمه temp. اوكي temp. الآن المفروض إنه بمجرد ما اشتغلت السيرفس راح يروح على الانتنت اللي نادى السيرفس، ياخذ اللي هو السترينج اكسترا اللي اسمه نيم اوف ميوزك، اوكي ويطبع لي اياه. هيو تم طبع لي اسمه هو عباره عن ميوزك 1. اذا ممكن امرر للسيرفس الباراميتر بنفس الطريقه اللي انا كنت امرر فيها للاكتيفيتي من خلال البوت اكسترا وانتنت دوت جيت سترينج اكسترا، حتى احصل على كل الباراميترز اللي انا ارسلت. اوكي اوكي اذا الان الجزء الاخر المهم، بهاي الطريقة ممكن أرسل من الأكتيفيتي للسيرفس، ممكن أرسل لها بيانات. أوكي ممكن أرسل أي باراميتر من الأكتيفيتي تو سيرفس. لكن الموضوع كمان اللي بهمنا كيف السيرفس ممكن إنها ترجع لي البيانات. أوكي طبعا عملية إرجاع البيانات بتهمنا، لأنه يعني كثير من المرات السيرفس عم بتجهز البيانات، ومتى ما صارت هاي البيانات او المعلومات جاهزة رح ترجعها عندي للاكتيفيتي. كثير مثلا من المرات بستخدم سيرفيس اذا بدي انتقل من مكان لمكان حتى تحسب لي مثلا الشورتست باث، او تحسب لي الوقت اللي انا بحتاجه او غيره. بمجرد الان ما هاي السيرفيس اشتغلت وجدت لي اقصر طريق، بحثت عن اقصر طريق وعملت الكالكوليشنز اللي بتحتاجها، بدها ترجع لي هاي المعلومات. اكيد الان بدها ترجعها للاكتيفيتي، فأكيد بحتاج أنا زي ما أرسلت بيانات بحتاج أني أنا أسترجع بيانات. وحتى نسترجع البيانات رح نستخدم البرودكاست ريسيفر، أو بدي أعمل برودكاست للديتا. شو يعني برودكاست؟ برودكاست معناتها بث، يعني بدي أرسل هاي البيانات اللي أنا وصلتني للجميع. والآن اللي بيحتاج الأكتيفيتي اللي بتحتاج هاي البيانات أكيد it will be listening، عم تتسمع حتى تحصل على هاي البيانات، ومجرد ما حصلت عليها راح تستلمها ببرودكاست ريسيفر. اذا انا راح ارسلها as a broadcast message اوكي، والشخص المقابل راح يستقبلها as a broadcast receiver.
يحتاج برودكاست ريسيفر حتى يقرأ هاي الرسالة. هات نجرب الآن إن إحنا نرجع أي معلومة بسيطة. أوكي، كيف بدي أرجع المعلومة؟ مثلا بعد ما شغلت الميوزك بدي أرجع معلومة إنه الميوزك is running without any problem. أوكي، بدي أرجع هاي المسج مجرد ما اشتغلت عندي الموسيقى. كيف بدي أرجعها؟ زي ما بدنا نرجع أي مسج بدنا نفتح a new intent. هاي الانتنت مثلا بدي أسميها done is equal to a new intent، وهاي الانتنت الآن بدي أضيف فيها البيانات اللي بدي أرجعها، فبدي أرجعها intent اسمها done، عفوا done.bot_extra. والبوت إكسترا الآن شو بدي أحط فيها؟ بدي أحط فيها مثلا result، والresult عندي هي عبارة عن music is running. أوكي، إذا الموسيقى عندي اشتغلت بدون ولا أي مشكلة. والآن حتى أرسلها رح نستخدم الميثود send broadcast، وsend broadcast رح تأخذ عندي الintent as a parameter. الintent عندي اسمها done. إذا هيك أنا عملت a new intent، intent جديدة سميتها done، حطيت فيها الآن المعلومات اللي بدي أرجعها وبدي أرسلها لكل الactivities تحت البارامتر الفاريبل اللي اسمه result music is running الفاليو. والآن حتى أرسلها برسلها as a broadcast message. بدنا نعرف الآن إنه اللي رح يستلم البرودكاست مسج هو عبارة عن another class. أوكي، وهذا الكلاس رح يستقبل كل broadcast messages، وفي عندي messages كثيرة بنرسلها as a broadcast، وحتى الoperating system الاندرويد عم بيبعث لي او عم بيرسل لي رسائل برودكاست. اوكي، مثلا when we are receiving a call، مجرد ما وصلتني مكالمه الاندرويد اوبريتنج سيستم بيبعث لي برودكاست مسج انه وصلتك مكالمه. لما استقبل انا اس ام اس، اوكي، شورت مسج، نفس الشيء الان بيرسل لي رساله. كلياتها الان ممكن انا اعمل ريسيفر، برودكاست ريسيفر، حتى يتسمع لي لانواع اللي هي المسجز المختلفه، سواء من الاوبريتنج سيستم او من السيرفيسز او من التطبيقات المختلفه. لهذا السبب الان ضروري لهاي الانتنت اللي انا عملتها اني اعرف لها اكشن، فراح اروح استخدم الميثود اللي اسمها سيت اكشن. سيت اكشن وين بتساعدني؟ بتساعدني في البرودكاست ريسيفر لما اجي استقبلها، انه اتاكد الان اني انا بستقبل المسج مثلا اللي خاصه فيا اللي اسمها مثلا شو ممكن نسمي الاكشن، ممكن اسميه اللي هو سيرفيس از دان. اوكي، هيك انا بدي اسمي الاكشن تاعها انه سيرفيس از دان، او خليني اسميه ميوزك اكشن. اوكي، ميوزك اكشن. إذا الآن لما أعمل الريسيفر أنا عم بحاول إني أستقبل هاي الانتنت اللي هي الأكشن إلها اللي هو عبارة عن ميوزك أكشنز، لأنه أكيد رح يكون في عندي كثير من البرودكاست انتنتس. أوكي، إذا انتهيت من هذا الجزء، إذا السيرفيس عندي أول ما تشتغل رح تعمل لي رننج للميوزك، وبعدين رح تفتح لي انتنت جديدة الأكشن فيها ميوزك أكشن، بتحط فيها الريزلت ميوزك از رانينج وسند برودكاست دان. الان لو ارجع للمين اكتيفيتي دوت جافا وبدي استقبل هاي المسج اللي رجعت عندي من السيرفيس، كيف بدي استقبلها؟ الان ما راح اقدر استقبلها الا حتى اني انشئ كلاس جديد. اوكي، هذا الكلاس بدي اعمل له اكستنس من البرودكاست ريسيفر، واحدد شو اللي راح يصير عندي when we are receiving any broadcast intent. اوكي، فالحل الان اني بدي اروح الان اعرف كلاس جديد عندي private class. اوكي، هذا البرايفت كلاس بدي اسميه my receiver. اوكي، my receiver، وماي ريسيفر اهم شيء في الموضوع انه يكون extends from broadcast receiver. اوكي، برودكاست ريسيفر. وهذا الان البرايفت كلاس
بدي ايش اعمل هون؟ في عندي مشكلة، ايش هي المشكلة؟ الايرور، شوف شو الايرور. اوكي لاحظوا الان عندي class my receiver must be declared as an abstract or override implement الابستراكت ميثود الاون ريسيف. اذا في عندي هون ميثود اسمها اون ريسيف، ضروري اني اعمل لها اوفررايد. الان هون في الاون ريسيف بدي احدد ايش الشيء اللي راح اعمله مجرد ما استقبلت هاي الانتنت. مجرد ما استقبلت اي انتنت بدنا نقول لك انه اول شيء ضروري اني انا اتاكد منه اني استخدم اف ستيتمنت. ولاحظ الان لاي انتنت انا راح استخدمها، راح استقبلها بهذا البرودكاست ريسيفر، بس انا بدي اتاكد اول شيء من الانتنت دوت جيت اكشن. شو الاكشن عندي؟ از ايكوال ايكوال تو وات. بدي اتاكد الان من الاكشن انه هو نفس الاكشن اللي انا سميته هون ميوزك اكشن. اوكي كنترول سي كنترول ويب في. طبعا اكيد ممكن كمان استخدم اللي هي دوت ايكوالز. اوكي اتس اب تو يو، خليني اجرب ايكوال ايكوال. طيب شو بدي اعمل اذا كان الميوزك اكشن؟ شو راح اعمل؟ ممكن اني اطبع على اللوج فايل مثلا، لوج فايل دوت دي. شو بدي اطبع؟ خليني اخذ السترينج اول اشي منها وبعدين اطبعه، اخذ الريزلت منها الباراميتر وبعدين راح احاول اني اطبعها. اوكي اذا اول شيء بدي استخدم الانتنت دوت جيت سترينج extra، وبدي السترينج extra اللي مخزن عندي في result result parameter. اوكي والان راح اخزنه في string مثلا x is equal to، والان تحت ال return from service شو راح اطبع؟ راح اطبع عندي ال variable اللي اسمه x. الان ايش اللي عملته؟ عملت my receiver class، طبعا عرفته as a private لاني بدي اعرفه بنفس الكلاس اللي هو المين اكتيفيتي. ممكن الان اني اعمله بنيو كلاس، بكلاس جديد يكون عندي public class my receiver extends from broadcast receiver، واكتب في الon receive ايش الشيء اللي راح يصير عندي. لكن انا حتى ما انشئ نيو كلاس عرفته بنفس الكلاس وعرفته as a private class لاني ما راح احتاج اعمل منه instance الا داخل هذا الملف. الان اكيد لو اعمل له رن ما راح يصير عندي ولا اي شيء. كيف بده يتغير عندي ويتنفذ واصير اعمل listening لهاي السيرفيس؟ اكيد الان بدي ارجع واعمل listener، وهذا listener هو اللي راح يتسمع لي على هاي السيرفيس. حتى اعمل listener راح نستخدم class اسمه intent filter. بدي اسميه مثلا small filter is equal to new فلتر. اوكي والفلتر هذا الان بدي اخلي اتسمع على اعمل فلترنج للانتنتس اللي هي اد اكشنز، وبدي استخدم نفس الاكشن عندي اللي هو ميوزك اكشن. اوكي اكيد الان ممكن اربط الانتنت فلتر، هو عباره عن فلتر على كل الانتنتس اللي عم بيعملوا برودكاست. فانا شو البرودكاست اللي بتهمني؟ اوكي شو هي الانتنتس اللي بتهمني؟ بتهمني الانتنتس اللي الاكشن الها اللي هو عباره عن ميوزك اكشن. اوكي هاي اول شيء. ممكن استنى او اعمل فلترنج على اكثر من انتنتس عم تعمل لي برودكاست للريزلتس. والان باجي اخر شيء مهم عندي اني اعمل ريجستر. اوكي ريجستر للريسيفر، والريجستر للريسيفر بتاخذ عندي two objects. الاوبجكتس الاول هو عباره عن new my receiver. اوكي الريسيفر اللي انا انشاته اللي راح استقبل فيه، وريليتد اللي هو to which filter او intent filter اللي هي عندي انا سميتها as a filter. هيك الان عملت انا الماي ريسيفر كلاس وعملت اللي هو registering للريسيفر. الان بتوقع اذا بعمل له run اوكي proceed without instance run وعلى return from service، إذا المفروض الآن return from، إذا المفروض الآن إنه أول ما شغلته بالـ onCreate
يستدعي للسيرفس، السيرفس شغلت لي ميوزك، رجعت لي النتيجة اوكي، والان النتيجة فيها رجعت عندي، طبع لي ميوزك از ريتيرن فروم سيرفس. اذا هيك قدرت اني انا ارجع اي نتيجة من السيرفس البلاين ميوزك بلاين ميوزك. نلخص الآن الموضوع اللي هو how to return data، كيف بدي أرجع البيانات. خليني أكتبه هون، خليني أكتب الخطوات على النوت باد. والعنوان بدي أكتب اللي هو to return okay data، حتى أرجع البيانات from service، من service to activity. إيش الخطوات اللي لازم نعملها؟ أول خطوة الآن إنه أنا بدي أنشئ أو أعمل broadcast ل intent أوكي، فبدي أروح in service. في service شو رح أروح أعمل؟ أول شيء رح أروح أعرف a new intent، أسميها مثلا بأي اسم، done is equal to new intent، إذا بدي أرجع أي نتيجة سيمي كاما، وبعدين ضروري إنه أروح على هذه ال intent dot set action، أحدد إلها ال action، أسميه بأي اسم، مثلا بدي أسميها action، وبعدها بدي أروح على done وأضيف أي extras موجودة عندي، أي بيانات اللي بدي أرجعها dot bot extra، وبحدد عندي الآن اللي هو الكي مثلا، وبحدد الvalue إله القيمة، وآخر شيء حتى أرسل الرسالة أو أرسل هذه البيانات نستخدم send broadcast okay. send broadcast small broadcast ال intent عندي اللي اسمها done. إذن هذه الخطوة الأولى اللي رح أعملها في السيرفس. الخطوة الثانية الآن أكيد بحتاج ل receiver class أنشئه. كيف بدي أنشئه؟ يا إما بنشئه بنفس المين activity، فبروح بنشئه as a private class وبسميه مثلا my receiver، وهذا الريسيفر أهم شيء يكون عندي extends from broadcast receiver okay. وفي عندي method ضروري إني أعملها override، هاي الميثود اسمها on receive. طبعا هذه الميثود أهم شيء فيها إنه أنا راح أحدد شو اللي راح يصير عندي مجرد ما استقبلت عندي أي broadcast message okay. بس توصلني ايش الشيء اللي راح اسويه. اذا هذه الخطوة الثانية. بضل عندنا الخطوة الاخيرة 3 اللي هي بنسميها broadcast او register register receiver. كيف بدي اعمل ريجسترينج للريسيفر؟ بدي اروح استخدم الانتنت فلتر. ايش هو الانتنت فلتر؟ هو عبارة عن كلاس. هذا الكلاس مش راح ينشئ لي انتنت جديدة، لا هو عبارة عن فلترينج على كل الانتنتس الموجودة عندي، سواء في التطبيق او في الاوبريتنج سيستمز اللي بيرجعها الاوبريتنج سيستم او من الابليكيشن نفسه او from another application. كيف بدي احدد ايش هي الانتنتس اللي بتهمني؟ بحددها من خلال ال intent filter class. بدي اسميه مثلا filter is equal to new intent filter. الان بعدها بدي احدد الان انا عم بعمل filtering على اي بيانات، فبروح بستخدم add action. بدي اضيف الان ال actions شو هم ال intents اللي بيهموني، وبحدد عندي اسم ال intents مثلا اللي اسمها انا سميتها action sorry. إذا بدي أحدد هون
يمكن أضيف another action. شو الانتنس اللي بتهمني؟ بحددها الآن كلياتها من خلال filter dot add action. وآخر شيء بحتاجه إني أعمل registering للماي receiver، فبستخدم الميثود اللي اسمها register receiver. أوكي. وبريجستر ريسيفر بتاخذ عندي تو باراميترز، الاول اللي هو عباره عن اوبجكت من الريسيفر اللي انا انشاته هو ماي ريسيفر، والثاني عندي اللي هو عباره عن الانتنت فلتر اوبجكت اللي اسمه فلتر. بهاي الطريقه الان بقدر اني ارجع البيانات من اي سيرفيس للاكتيفيتي. اذا متى ما السيرفيس جهزت لي البيانات اللي انا بحتاجها، الان الريجستر ريسيفر بيرجعها عندي، وممكن استخدمها مثلا من خلال اي مكان. كيف بدي استخدمها؟ بحدد هون بالريسيفر ايش الشيء اللي راح يصير يطلع عندي، اما اني راح ابدا اعمل مثلا ابديت على الجي يو اي، او ممكن مثلا اني اطبع على اللوج فايل، او اطلع مثلا توست مسج او غيره. اذا هذا كل شيء بيهمنا في محاضرتنا اليوم عن موضوع السيرفيسز. اوكي، طبعا كل شيء موجود عندي في السلايدز. ممكن نرجع للسلايدز، how to add a service in Android Studio. اوكي، هيها موجوده عندي. هي السيرفيس كلاس تمبلت، هو عباره عن سيرفيس كلاس نيم اكستندز، اهم شيء عندي فيه from services. الميثود اللي بدي اعملها override ممكن تكون on create، او ممكن تكون عندي on start. بالon start بحدد شو الشيء اللي راح يظهر عندي وشو الشيء اللي راح اقوم بتنفيذه. بنلاحظ انه كمان على الاندرويد دوت اكس ام ال مانيفست فايل بضيف عندي اللي هي السيرفيس اللي انا انشاتها. هاو تو ستارت سيرفيس، بدي انشئ نيو انتنت، بتبدا من الكرنت اكتيفيتي تو سيرفيس كلاس نيم دوت كلاس، ممكن اضيف فيها اي اكستراز. والان ستارت سيرفيس للانتنت. اوكي، كمان ممكن استخدم اللي هي set action حتى احدد الاكشن للانتنت. اوكي، واكيد بسترجع ب dot get action. وهذا اخر موضوع تكلمنا فيه اللي هو broadcasting results. when a service has completed a task it can notify the app by sending a broadcast which the app can listen for. اوكي، اذا هذا الموضوع الاخير اللي تكلمنا عنه، كيف بدي ارجع النتائج. إذن هذا كل شيء بهمنا في محاضرتنا اليوم. الأسبوع القادم رح نبدأ بموضوع جديد اللي هو databases، كيف بدي أخزن البيانات بشكل دائم. انتهت محاضرتنا، والله يعطيكم العافية.